أعزائي المشاهدين، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. ورجعنا لكم مع أم ضحكة جنان، النائبة الجميلة الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ وجدي، وبيك وبأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. بالمناسبة بقى، إحنا عايزين نعرف إيه رأي حضرتك في التشكيل المحافظين الجداد واللي حصل فيها، إيه رأي حضرتك؟ والله دي خطوة يعني جميلة جدا، هتحسب في التاريخ يوم 27 نوفمبر اللي هو التغيير الحكومي، على أساس يعني ده تكتب في التاريخ الحقيقة، إن أنا بحط الشخص المناسب في المكان المناسب. فأنا عندي تغيير 39 محافظ ونائب محافظ، الحقيقة منهم 25 من القيادات الشابة، ومنهم 8 من البرنامج الرئاسي اللي هو BLP، اللي هو تحضير القادة من الشباب. ده ثمرت البرنامج الرئاسي اللي الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر، بحيث ان يمكن الشباب، بس مش يمكنه شكل تمكيني بس، لا، تمكين على اساس. ففي تدريب وتدربوا في BLP، وخرجوا 8 من هذا البرنامج الرئاسي تكملت هذا التدريب، ان انا احطهم صف تاني بحيث ان بعد كده يبقوا قادة المستقبل. يبقى فعلا انا بحط الشخص المناسب في المكان المناسب، ولو مشينا بهذا التخطيط السليم يعني فعلا هنبقى من الدول المتقدمة. مش بنحط حد بواسطة، ولا بنحط واحد علشان قريبه معرفش مين، لا، ده انا في تدريب وفي خبرة وفي اكتسابات خبرة، يبقى بحط الشخص المناسب في المكان المناسب. طيب ايه رأي حضرتك، هل المرأة خدت دور في هذا التشكيل؟ يعني شايفة انها خدت الدور اللي تستحقه؟ هي الحقيقة خدوا 30% من شباب المرأة، حوالي 7 أماكن لنواب المحافظين. وطبعا احنا عارفين ان المرأة 52% من المجتمع، بس يكون ان ياخدوا من الشباب حوالي 30%، فالتمثيل مناسب. وطبعا احنا زي ما انا قلت لفخامة الرئيس، الحقيقة هو الاول من التفت لجهود المرأة. يعني طول عمرها المرأة متصدية الاحداث، طول عمرها مشاركة للراجل، طول عمرها واقفة، لكن ما حدش التفت اليها وادى حقها وكرمها قد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا بنقول له متشكرين يا ريس، ونطمع في المزيد. مزيد ايه تاني بقى؟ ده الرئيس مظبطكم على الاخر. هو يعني هو الحقيقه اعطى الحق لاصحابه يعني. لا، هو دي حقيقه، لان المراه هي دافعه للامل وللحريات وللنجاح باستمرار، وهو فعلا كان صائب في هذه المساله. طيب ايه حكايه الوقفه المجلس الجلسه الطارئه لتجديد الثقه في محافظ البنك المركزي، ايه الحكايه؟ والله محافظ البنك المركزي عاصر او يعني اشتغل كويس قوي في اللي هي القرارات الاقتصاديه، واشتغل وفعلا عمل نجاح، بحيث ان فعلا زاد الاحتياطي بتاعنا. احنا كان الاحتياطي بتاعنا كان 18 مليار دولار، دلوقتي 45 مليار. فاذا في نجاح. طب الانسان اللي فيه مزيد من النجاح وشغال كويس وفاهم، طب ما انا اسيبه. احنا مش تغيير من اجل التغيير. لا، اللي موجود في مكانه وبيشتغل وعمل انجاز اخليه في مكانه. ففعلا خدنا يوم الخميس اللي فات كانت في جلسه لتجديد 4 سنين للمحافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عامر. طيب انتوا كان يوم الخميس جلسه طارئه، طب يوم الاربع اليوم اللي قبليه كان في وقفه عشان حقوق المراه؟ احنا وقفنا في حقوق المراه، لان في اكتر من قانون، ده احنا عايزين حقوق المراه في تغيير قانون الأحوال الشخصية. ليه؟ لأن الحقيقة المرأة بتتعب قوي وبتتبهدل قوي عشان تاخد حقوقها. صحيح. بعد الانفصال. يعني سواء نفقة، سواء رؤية، سواء خلع، الحاجات دي كلها. أولا ما فيش حد بيقدم على الخلع غير ما يكون اتبهدل قوي من الزوج. وتهان، مش لازم تهان بالضرب، ما هو العنف مش ضرب وشتيمة، لا، العنف ممكن حاجات كتيرة، إهانة كرامة، عدم رعاية، كل ده. فإذا خلاص انفصل. في أولاد
من حقها تاخد النفقه مع الخلع، نفقه الاولاد طبعا. لان انا دلوقتي انا بقانون الاحوال الشخصيه احنا بنبص له كمجلس النواب المصلحه الفضله للطفل. أيوة. خلاص هم استحالت الحياه بينهم ايا كان، سواء خلع او طلاق انفصلوا. طب نبص لمين دلوقتي بقى؟ نبص للطفل يبقى سوي، واللي هو اطفال الشقاق دي تبقى سويه وتبقى ما تتاثرش نفسيا وتبقى تمشي في مسيرتها في التعليم والصحه وتصرف عليها. فطبعا مش كل السيدات في مصر قادره على انها تنفق على اولادها، يعني هي اللي هتنفق عليه، فبيبقى دايما النفقه من ناحيه الايه؟ الزوج. فبقول للزوج ولا تنسوا الفضل بينكم، وده ابنك او بنتك، فالنفقه دي عايزين الست تاخدها باريحيه اكتر من كده، ما تتبهدلش عشان تاخدها، ما تقعدش سنين في المحكمه عقبال ما تشحت من كل الناس علشان تحصل على النفقه، وبعدين الطفل يكون خرج من المدرسه ولا يكون تعب نفسيا ومفيش صرف سواء في المعيشه العاديه او في التعليم. فكنا واقفين اولا عشان النفقه تاخدها باريحيه وبسهوله، لو في خلع برضك يبقى النفقه بتاعت الطفل مع الحكم بتاع الخلع، ما يبقاش قضيه تانيه وبهدله تاني في المحاكم والكلام زي ده. والرؤية لازم للطفل تكون في مكان برضك، مش لازم في الشوارع والنوادي والبهدلة والشتايم اللي بتحصل دي والخناقات. لا، من حق جدة الأم وجدة الأب برضك تشوف الطفل ويروح تشف في بيت معزز مقرم. بس هو طبعا السيدات بتخاف من ايه؟ تقول لك الاحسن الاب يخطف الطفل وما يرجعهوليش تاني. فطبعا في عقوبات هتبقى محطوطه مشدده، وفي لو حصل ده وهيبقى عليه تنفيذ احكام قويه لو خطف الطفل. طب لكن بس في حاجه هنا يا دكتوره، يعني حق المرأة ده مشروع بالنسبة للنفقة، بالنسبة لحضرتك بتقولي ده مهم جدا، خصوصا اسمها نفقة، يعني هو بينفق على أولاده. إنما كمان الرجل هنا هو ليه برضو، يعني جالنا سؤال دلوقتي يقول لك طب ما احنا كمان حقنا فين، احنا كمان عايزين نعمل وقفه، لان برضو الرؤيه بالنسبه للاب حضرتك بتبقى ضروريه طبعا. انا بقول لحضرتك المصلحه الفضله للطفل والرعايه المشتركه للطفل بين الام والاب بعد الانفصال. يعني لازم يبقى في رعايه، ومن مصلحه الام على فكره يبقى في رعايه مشتركه من الاب والام بعد الانفصال، لان في سن برضك في حاجات السيده ما بتقدرش عليها قوي، بتبقى محتاجه الاب فيه. فاحنا بنقول لازم الاثنين. لا، ما احنا بالعكس، احنا على فكره السيدات لما بنحكم بالعدل. يعني فعلا انا شخصيا والله ببص للاثنين، يعني الزوج والمطلقه والمطلق والطفل اهم حاجه. انا نظرتي الاولى للطفل صحيح، ان هو ياخد الرعايه المشتركه، ياخد المصلحه الفضله. انا زي ما قلت لحضرتك ان لازم جده الاب وجده الام يشوفوا، ما من حق جده الاب برضك تشوف حفيدها. يعني واحده كانت بتعيط وجت في الوقفه وبتقول انا لسه عايزه اشوف حفيدتي بس تنام معايا يوم في حضني يوم. فمن حقها، من حقها. بس يمكن السيدات بتخاف. انا عايزه اقول برضك ايه، ما ننتقمش من الجده وننتقم من الجده وننتقم في الخلاف اللي حصل، ننسى بقى الخلاف اللي حصل، انتهى بالانفصال. في حضرتك مثلا الفنانه سميه الالفي وابنها احمد الفيشاوي، ما هي زوج يعني خدت البنت، وكان محمود الفيشاوي كان نفسه يشوفها قبل ما يموت، كان بيكلمها يقول لها انت خدت روحي معاك، وسافرت بره في اوروبا وما قدرتش حتى الى الجده الفنانه سميه الالفي انها تشوفها، او الفنان محمود الفيشاوي قبل ما يتوفى. ودي حاله معروفه، فما بالك بقى في حالات كتير قوي، في ابهات نفسها تشوف ولادها. يا فندم، انا بقول لحضرتك الستات كلها مش ملايكه ولا رجاله كلها ملايكه، لكن يجب ان يكون في قانون يحمي الطرفين. يحمي، ما هو ده القانون. اولا في قانون مقدم من الازهر، في قانون مقدم من المجلس القومي للمراه، وفي من النائب محمد فؤاد، ومن النائب عبله الهواري، ومن النائب محمد ابو حمد. يعني في كذا قانون كلهم هيدخلوا مجلس النواب
ونعمل لهم ميرج مع بعض ونطلع الكلام اللي هو فيه زي ما بقول لحضرتك المصلحة الفضلة للطفل والرعاية المشتركة للطفل بين الاثنين. وده لازم السيدات ويبصوا له، السيدات والرجال يبصوا للكلام ده بنظرة شاملة، ان فعلا يبقى فيه رعاية مشتركة وده لصالح الطفل وصالح الطرفين. ده كلام جميل جدا الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب القيادية البارزة في حزب مستقبل وطن، كمان نائبة عن دائرة امبابة اللي فيها يعني قصص كتير. قولي لي بقى ايه الحكاية اللي حصلت، يعني يا ترى ايه الجديد؟ يعني الناس بتسأل على الحاجات اللي حضرتك كنت واعدة بيها، ايه اللي حصل بقى يعني؟ لا والله احنا ماشيين فيها الحاجات. لجنة بالنسبة للأرض عزيز عزت جت لجنة مشتركة، جت لجنة من عند المهندس حسن الفار، كان يوم الحد اللي قبل اللي فات ونزلوا عينه، وهنعمل الصرف الصحي اللي هو الاساسي هيتغير، وهيتغير صرف العمارات، وهننظف البدرومات، وبعدين تتلبس قمصان. وده انا ده جاب 23 مليون من صندوق تحيا مصر لصندوق تطوير العشوائيات لشركه الجيزه، وهم اللي هيقوموا الاسكان، هم اللي هيقوموا بهذا الكلام. امبارح على فكره حصل حاجه غريبه جدا ندهوني ليها ورحت لهم برضك، حصل حريقه كبيره جدا بين القمامه اللي محطوطه في البدرومات جنب ايه بقى حضرتك؟ جنب ماسوره غاز. الناس انزعجوا قعدوا يغطوا ماسوره الغاز لانه كان في تنفيذ، خايفين لايه الدنيا تنفجر كلها. الحقيقه اتصلت انا بالمطافي بسرعه، جات المطافي، والحقيقه جاء الحي وجاء شركه الغاز وقفلوا طببوا الماسوره، والمفروض وعدوني النهارده ان هيغيروا الماسوره، والاستاذ شفيق جلال قال لي هينظف كل الكلام ده. قلت لهم حطوا صناديق للقمامه بحيث الناس ترمي فيها، لان القمامه ممكن تولع من نفسها. تمام. يعني ممكن يحصل حرائق من نفسها. المشكله ان هي جنب مين؟ صناديق غاز. فاحنا الناس غلابه وظروفهم ضيقه، والعمارات بتاعتهم العشر عمارات العشر بلوكات اللي هم فيهم 400 أسرة. بس الحقيقة أنا بنادي المسؤولين إن نظرة، يعني الناس دي تحط لها صناديق، هم بقول لك هم يعني بيرموا ما بين الحي وما بين هيئة النظافة. يقول لك هم بيرموا. طب بيرموا لأن عشان مفيش حد بياخد منه، مفيش صناديق يحطوا فيها القمامة. مش عايزين ننسى حاجة بقى مهمة، الكوبري بتاع عزبة مطار امبابة حصل فيه ايه؟ لا الحمد لله خدته الهيئة الهندسية والحمد لله هيبتدوا فيه، اللي هو بين شارع المطار وبين شارع السودان. بعتوا الجواب وبعتوا لهم الشيك وهنبدأ فيه ان شاء الله. شارع السودان انا بتكلم على الكوبري اللي هو كان فيه بيتين عزبة المطار. انا قدمت طلب لاني اصل هم لما جم يفتحوه انا في الحج هم مش عارفين ان كلية الهندسة قالت لازم البيتين رقم 2 و4 لازم يتهدوا الاول للخطورة الداهمة، ما ينفعش يتفتح المكان ده قبل ما يتهدوا. انا قدمت طلب لسيادة المحافظ بضرورة هدم هذه البيتين، وضع تعويض للناس 600 جنيه في الشهر ياخدوا شقة إلى أن يجي لهم التعويض من تطوير العشوائيات. قال لي خلاص ماشي، وقدمت الطلب وجالي الكلام ده، لأنه ما ينفعش يتفتح المكان قبل رقم 2 و4 ما يتشالوا. بس فين وكوبري امبابة خلاص هنستلمه. دي من الحاجات الجميلة نقولها في آخر الحلقة 15-12. لكن احنا عايزين نتكلم في موضوع كوبري عزبة مطار امبابة. هل من المعقول إن حد يسيب بيته ويمشي ويتهد للمنفعة العامة في ان انا يديه لا ياخد تعويض؟ لا ده عايزين ياخد التعويض مباشرة. ده مؤقت الكيلاني. الدكتور اللي هو الكيلاني هنجيب له تعويض منه للناس دي، ولكن مؤقت ياخدوا 600 جنيه يسكنوا بيها الى ان التعويض يجي لهم، لان مهم جدا غير السكان في اصحاب البيوت نفسها لازم ياخدوا تعويض عن الارض بتاعتهم. طيب لا ايه بقى الخبر الجميل بقى اللي احنا قلناه في الاخر؟ عايزين نقول ايه اللي حصل في كوبري امبابة؟ خلاص الحمد لله قمنا بالاقام المسافرات تنتفر بدا فيه من 2017 و18 و19 فيوم خلاص اترصف اتنور. غير انه اتنور كمان انا امنته من اللواء عصام سعد اللي هو دلوقتي بقى محافظ اسيوط، كان محافظ الفيوم وراح من ناحيتين امنته. وطلبت من اللواء محمد شريف قبل ما يمشي ان ازود التامين، لان برضك الناس المسجلين ده بيتها وبياخدوا كل حاجه موجوده فيه. فوعدني الوزير المشير كامل وزير
ان شاء الله في 15/12 هنستلم الكوبري اناره وسفلته ودهانات. 15/12 كان طبعا احدى السنه دي يعني طبعا احدى ابنائنا في الدايره بردك الاستاذ احمد عبد القادر كان بردك معايا في الموضوع، كان نفسه يعمل ممشى سياحي، وفعلا انا كان معانا في الحلقه وكان بيتكلم عن الموضوع ده. نقلت الكلام، بس هم كليه الهندسه ردت وقالت ما ينفعش نعمل اي اثقال فوق، لان الكوبري بقاله سنين طويله وعوامل التعريه ما تنفعش، وما ينفعش احط اي اثقال فوقيه او ممشى سياحي، هيبقى الممشى بس للناس كده، والتامين يعني يتمشوا عليه زي كوبري ستانلي كده يعني منظر جميل وحاجه حلوه ويتمشوا صرفه. الكوبري امبابه ده مدرج سياحيا ويبقى منظر جميل، الناس السياح بيطلعوا يشوفوه وينزلوا، وفي نفس الوقت يبقى متنور ومرصوف ومتسفلت، والحديد اللي كان مكسر اتعمل. الحقيقه اللواء المشير الوزير كامل وزير الحقيقه عمل شغل كويس، والحقيقه بليه برضك الوزير السابق اللي هو هشام بركات الحقيقه برضك كان شغال. طب هو اي حد اسمه وزيري وزير ان شاء الله كويس، ان شاء الله يعني كامل وزير وجد وزيري استاذ وجد ان شاء الله نشوفك وزير اعلام ربنا يسعدك. احنا بنطالب على فكره ان يرجع الاعلام ليها وزاره، احنا بنطالب ان يبقى الاعلام ليها وزاره. كلمه اخيره للمواطنين ولل يعني للايام الجميله اللي جايه والسنه الجديده اللي جايه، نقول ايه؟ والله بقول لهم بكره احلى زي ما حضرتك بتقول. وعايزه اشكر بردك المقدم محمد ربيع الحقيقه على يعني استقرار الامن وتطهير البؤر الاجراميه، وعايزه اقول للناس اللي انتوا بتعملوه احنا بردك هنبقى مصرين لتطهير البؤر الاجراميه مهما عملتوا من اشاعات ولا حاولتوا ان انتوا تحاربوا هتتجابوا، وبرضك هنطهر بؤر اجراميه لان شبابنا غالي، وان شبابنا تضربوه باي حاجات مخدره احنا لن نسمح بيها، ومهما عملتوا برضك هنبقى ضدكم، والى ان ترجعوا تبقوا اسوياء وتبقى عندكم ضمير وما تدمروش الشباب اللي انتوا بتعملوه، لانه فعلا ابتدت حرب عليا من المجرمين بتوع المخدرات لكن الحقيقه هتتجابوا، وبرضك في نفس الوقت هتبقى الحمله عليكم اكتر، هتحاربوا هتبقى الحمله، وان شاء الله هنطهر امبابه كلها من المخدرات، وان شاء الله هنعمل مركز لعلاج الادمان يتعالجوا فيها. خلاص جاء 155 مليون وخلاص هنبدا فيه، وعملنا الماكيت وهنستلم الارض علشان يتعافى كل من انزلقت رجليه في المخدرات. بنقدم برضو التحية للمقدم محمد ربيع على المجهود اللي هو شغال بيه، وشخصية حد لذيذ كده هوت وبيتعامل وقوي مع القوة يعني انت عارفة ايه الضابط الرقيق سياسي. الرقيق وفي نفس الوقت قوي السياسي. في الامن الضابط السياسي طبعا. وبنقدم من خلاله ومن خلال حضرتك التحية للسيد وزير الداخلية عن المجهود اللي قايم بيه طبعا. التغيرات اللي بتحصل تملي في يعني في الامن وفي خطط الامن عشان امن مصر نقدم له الف تحية، ولكل رجل امن في مصر نقدم له من خلالك ومن خلال البرنامج الف تحية. تحية لشعب مصر، تحية للنائبة الجميلة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب. والله أنا اللي بحييك والله، وبرنامجك الجميل ده اللي بيدعو إلى التفاؤل ودايما مهموم بمشاكل المواطنين. ربنا يسعدك وشرفت صباح بكرة أحلى دكتورة شادية. أعزائي المشاهدين سعدنا بيكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. حلقة جديدة ولقاء جديد، وانتظرونا السبت من كل أسبوع مع صباح بكرة أحلى. تحياتي.